أولا وقبل كل شيء، لست مرفوضة، لست مرفوضة. راني هنايا من أول أبريل، 31 مارس بالتحديد تم تنصيبي على رأس وزارة الثقافة للجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية. سيرورة الدولة، تطبيق الدستور، تكريس حق المواطن في الثقافة، أنك تتكلم على شخص من بين حكومة كاملة، احنا كامل حكومة كاملة وكلنا نعمل جاهدا من أجل الرقي